المهم، قلت مما يتعلق بأحكام حلاقة النساء مسألة وصل الشعر، أن الشعر يركب له شعر إضافي، كذلك ما تسمى بالباروكة، وهذا ليس اسم عربي، لابيروك، الباروكة، الشعر المستعار يوضع كله على الرأس، كذلك مسألة وصل الأشفار، يديروا شفار طويلين هكذا. السلام. وهنالك مسألة نتف الحاجب، إما الحاجب والترقيق، وإما إزالة ما بين الحاجبين أو صبغه، وكذلك ما يتعلق بوشر الأسنان، الوشر اللي هو التفلج، يعني أن المرأة تستعمل واحد الآلة حادة لتفريق بين الأسنان، أو يعني تحديد الأسنان أو شيء من هذا القبيل، كذلك ما يتعلق بالأظافر، سواء صبغ الأظافر أو تركيب أظافر اصطناعية، أو فيما يتعلق بالوشم التاتواج. تجي العناوين برك هاي خلصت 10 دقائق. إذن أنا راح نحاول نمد الملخص تاع الأحكام هذه لمن يسأل عن هذا الحكم، سواء في نفسه أو في أهله، أو خاصة أخواتنا اللي راهم يمارسوا هذه المهنة. بالنسبة لوسط الشعر، يعني الشعر يركبوا له شعر إضافي. النبي عليه الصلاة والسلام أصل هذه المسائل حديث ابن مسعود في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، وقال الواشرة قال المتفلجات للحسن، يعني التزيين. إذن هنا يترتب عندنا حالتان، كان حالة إزالة العيب وحالة التزين. مبدئيا بالنسبة لوصل الشعر بشعر إضافي، هذا هو الوصل، وهو من كبائر الذنوب، لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يلعنان أحدا بفعل حتى يكون فعله كبيرا، أي إثمه كبير، ولأنه داخل في تغيير خلق الله عز وجل. فوصل الشعر بشعر إضافي مهما كان السبب لا يجوز. امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، بنتي رايحة عروسة وتمعط شعر رأسها، تذكر بشراح فيها؟ قال: لا. قلت: أفأصله؟ قال: لا، هذا من الوصل. ابقى حكم استعمال الباروكة بيغيك هديك. العلماء المعاصرون مختلفون فيها، خلاصتها عند أكثر المذاهب أنها جائزة، لأنه فرق لابيغيك هذيك لما توضع على الرأس، بخلاف الشعر الموصول، الشعر الموصول يوهم أن ذلك الشعر نفسه طويل مضاف إليه شعره، أما الباروكة وما ليس الشيء الذي ستخفيه أو أنه وضع أنه موضوع على الرأس، خاصة في حالات بعض أخواتنا إذا سقط شعرها بسبب مرض ولا شيء من هذا القبيل، عافانا الله وإياكم. والمناسبة ندعو لوحدة زميلة معنا في المؤسسة مريضة، يعني نسأل الله العظيم أن يشفيها ويخفف عنها وسائر مرضى المسلمين هذه الأمراض الخطيرة. طيب، قلت في هذه الحالة إذن وصل الشعر محرم، أما وضع باروكة في ظروف عادية هذا جائز على الصحيح من أقوال العلماء. الشافعية فرقوا إن كان بإذن الزوج أو بغير إذن الزوج، المالكية لم يفرقوا، والأحناف كذلك، حتى الحنابلة أجازوه للحاجة. المهم، عليها قلت لكم ما قدرش ندخل التفاصيل، كلام أدلة وأقوال الفقهاء لا يعنى به عموم الناس، اللي يفهم الأدلة هو راح يبحث يعني، لكن الذي يثق في الفتوى التي نلقيها مباشرة يعلم أننا مستندون إن شاء الله إلى أدلة وإلى أقوال الفقهاء. إذن وصل الشعر محرم، لكن وضع الباروكة جائز. ثانيا، بالنسبة لصبغ الشعر، صبغ الشعر كما قال الإمام ابن عثيمين هذا مما خلقه الله من الأصبغة، مباح استعماله، لا سيما إذا كان طبيعيا كالحناء والكتم، وله حالتان: إذا كان لإزالة الشيب، لتغطية الشيب، فهو جائز بل سنة، لكن لا يكون بالأسود الخالص. إذا كان أسود مشوبا بحمرة يجوز، يعني غير خالص. وطبعا بالنسبة إذا كان شعرها غير الأسود فالممنوع لون شعرها الذي يخفي الشيب. أما إذا كان الشعر العادي وغالبه يكون أسود ولا شتا ولا كذا، فإذا صبغت الشيب فهذه سنة للرجال والنساء. أما في حالة التزين بالصبغ هذا ليس للرجال، فالنساء يجوز أن تصبغ شعرها بأي لون معتاد، بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاسقات. يعني بعض العاهرات في أوروبا والمنحرفات، كفار أوروبا يشوفوها يقول لك هذه فاعلة، تجد بعض خصلات الشعر، الشعر يصبغه فيولي
وأحمر وخطوط كما كذا، فهذه امرأة تضع نفسها في موضع الشبهة. أما لون عادي كما هو معروف الديرو أصفر ولا شاتا ولا الديرو حتى لي ماشي في خلاف، ولكن إذا كان معتاد يعني مش يدل على أنها منحرفة فهو جائز، ولا سيما التزين للزوج. رانا هضروا على المرأة في دارها، أما اللي راهم يخرجوا برا ما تلون بأي لون ولا تظهر بأي شعر لا الطبيعي ولا الاصطناعي. ولهذا احنا نحذر أخواتنا الحلاقات، الأصل التاجر يعاون على نشر الخير والعفاف، ما تساهميش في الفجور، الفجور في الهواتف في الأفلام في السينما في الإشهارات. زيد انتوما تدخل تلميذة ولا طالبة يا سبحان الله جامعية تدخل عند حلاقة بشكل تخرج فتنة متنقلة، هذا إثم يمشي على رجلين من عندها الديركت أمون لفاك. عروس توجد عروس تبعثها للناس يتفرجوا فيها، هذه فتنة متنقلة وأنت آثمة وشريكة في الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا عجبة تروح لها مش عارف فيهم ماسيا تسرح لها الشعر وتدلوا ليماش وتدلوا كذا وشوية بارفان وشوية كذا، تخرجها كارثة لا شك. هذه ما تستفتنيش، هذه حرام بين الخدمة تاعك والمقابل تاعك محرم زقوم سحب. لكن نتكلموا على نقول طبيبة، نتكلموا على حلاقة لها التحليق لامرأة يعني تتزين لزوجها أو امرأة يعني مستورة أصلا. فقلنا استعمال الصبغ قلنا جائز بالشرط السابق، يكون لا تخرج به وزيد تزين للزوج أو يكون بين النساء ولا يكون فيه صفة صبغة الفاسقات والكافرات والمنحرفات، لأن الإنسان لا يضع نفسه في موضع الشبهة. بالنسبة لوصل الأشفار، رانا عشنا ولينا وصل الشفر هذا الأشفار مش عارف كيف يقولون مقبلية، هذا يركبوه، هذا أيضا كما قال الإمام ابن عثيمين محرم قياسا على وصل الشعر، فتوهم الناس أن أشفارها طويلة وزيد بالزايد باش تولي المرأة شغلها الشاغل الأشفار الهواجب الراس الرجلين الأظافر، أنت يا خلقتي لهذا بزاف. ممكن العروس دا يتعرسها مسائل تزين يعني أنا دائما هكذا، فديجي هذه أمر يتعب وفيه تكاليف، والناس هذو لهم يبيعوا بالحوايج راهم يدخلوا أموال طائلة من قلة عقل النساء وإقبالهن على الموضة والتشبه بإشهارات والأشياء تاع الاستيتيك كما سيأتي ذكره. قلت من اللي تدخلنا في موضوع النساء على بالي نجيبه العصر هنا. قلنا الأشفار تاع المرأة محرم استعمالها. بالنسبة للحواجب، النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتنمصة، أبو داود وغيره قال لك المتنمصة هي التي ترقق الحاجب سواء بالنتف أو الحلق، كان اللي فرق ولكن الحاجب ينقصوا له يرقوه، ومشكلة كينسة خلاص مش مستعدة تنزل عنها الأمر تماما. إذا نحن نقول إن النمص أنه من كبائر الذنوب، لكن هناك حالات، كاين حالة ما بين الحاجبين هذا اللي في النص. الإمام عبد العزيز بن باز أفتى بجواز أخذ هذا واعتبره ليس من الحواجب، وإن كان الاحتياط تركه لأنه شبيه بالحاجب يعني داخل مع الحاجب أصلا نفس النبت. يعني اختلفوا الفقهاء، ما راش حنا حريصين باش نحرموا عنسى ولا حالة حاشا. قال لك هذا الحاجب هو العظم هذا اللي فوق العين، اسك الشعر اللي ينبت هنا يهبط ويبدا منه ولا غير اللي فوق العينين؟ تكي تجي تبحث تلقى بزاف فروع، لكن حنايا اذا كان امر فيه ساعه وفيه رخصه احنا ما نحبوش نقول الناس هذا حرام من كبائر. واحد من كبار الفقهاء قال لك ان ما بين الحاجبين يجوز ازالته خاصه اذا كان يشوه خلقه المراه فهذا يجوز. وذهب نفسه ابن باز الى واحد الحل واحد اخر، قال لك يجوز الصبغ مثلا حاجب غليظ تصبغ المراه بلون البشره، اذا سمراء دير شيء اسمر واذا بيضاء دير ابيض، فيبدو الحاجب رقيقا وان كان كثيفا. قال لك هذا لا باس به، هذا جائز خير ما تدخل في الحلق والنتف وخلاف الفقهاء، لكن الخلاصه ان جائز اخذ ما بين الحاجبين لأنه ليس من الحواجب. وكذلك إذا طال الحاجب كثيرا بشكل يشوه، بعض العلماء قال لك ربما يسقط حتى على العينين يجيني من في الرؤية، هذاك باين تنقص له بمقدار الاعتدال، أرجو أن تركزون في هذه التفاصيل. بالنسبة لجنازدين إلى الوشر، تفريق بين الأسنان، الأسنان إذا كان فيهم عيب، كان أسنان راكبين فوق بعضهم هم يديروا لهم الأباري، هذيك جائزة لأنها تعيدها إلى الطبيعة. أما أسنان عادية
ويتفلجن للحسن والله يديروا أشياء بحيث يعني لتغيير خلق الله، هذا محرم بالنص. أما إذا كان تنظيف، لأنه أحيانا تكون فيها بعض المواد وبعض الأشياء فتنظف، أو أنها صار لها تراكب، كاين مرات هم خاوتنا اللي دونتيست على بالهم هم يخرجوا أنياب فوق الأسنان، هذه كاينة. هذا إذا كانت العملية لتعديل الأمر فهو جائز ولا بأس به. أما الأسنان متراكبة وجيدة وانت تفصلي بيناتهم، مش عارف لماذا يحبون الوشر والتفليج، ربما هذه أذواق لا تناقش، ولكنها هي الواردة في حديث لعن الله الواشرة والمستوشرة. بالنسبة لأختنا الحلاقة، رها كل مرة الرسول يلعن اللي تنمص واللي تنمصلها، اللي رها كليونت واللي رها تخدم، يعني باش ديروا حساب. بعدين ترتب عليها مشكلة، أسك نكري للحلاقة ما نكري لهاش، مسائل فروع يعني. فقلت إن العبث بهذه الأمر لا يجوز. كذلك مما هو ممنوع الوشم، تاتواج. الوشم نوعان، هناك وشم دائم ووشم زائل. كاين الوشم اللي هو رسم شغل حنة ولا صبغة بصح يروح، هذا يجوز بشرطين: ما يكونش فيه صور ذات الأرواح، ترسميش فراشة ولا إنسان ولا امرأة، ولا هذا للرجال والنساء، ورجال ما يوشموا لا الزائل ولا الآخر. ياك راجل خلاص خلي روحك راجل، برك ما تدخل في النص، ماك هنا ماك ليه، برك من العقلية نتاعك هذه تصبغ شعرك صبغه بالأزرق ثاني ودور برا، ما يليقش هذا. ما فعلنا نهضروا عن قلنا شوية، كما قال ربنا عز وجل في سورة الزخرف: أو من ينشأ، وفي قراءة: أو من ينشأ في الحلية أو في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قالك المرأة تنشأ في الحلية والتزين ويدير المنقوشة، لك راجل يدير المنقوشة يا عجبة، راجل يدير سلسلة كذا كذا ولا تذهب صافي مصيبة، جمع بين الشروع. ست ممكن رجال ما يقدرش يريح ودي جون، لازم يدير حاجة لا سخافي، ألا أنت ناقص راك تكمل في روحك، لا داعي. الشيء المباح مباح، لي غير مباح دعه. إذا قلنا بالنسبة لي التاتواج اللي هو سميه لي، كان بعض الناس ما هوش عارفين، كي تقول تهضر فرنسي يا ودي هذا ما هوش شغلك انت، انا يعني عارف واش راني نخاطب والناس كيف راه تسمي ذي الامور. اذا انت ما تقراش لا فرنسي لا انجلي لا لا حاجه اخرى، ريح كيما راك. الناس راه تتعامل بهذه اللغات، رانا نبسطوا في المعلومه: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللسان تاعنا خليط من لغات، شويه فارسيه شويه قبيليه شويه تركيه شويه عربيه شويه دارجه شويه، هذه اللغات تاعنا انا نهضر بفصحى، سهل شغلي هذا اختصاصي. المهم التاتواج اللي هو الوشم كاين وين يكون زائل بشرطين: ما يكونش فيه صور ذوات الارواح، وما يكونش فيه رموز جنسيه واشياء تاع الشيطان وعباده الشيطان. النوع الثاني هو الدائم، هذاك اللي يوسيه بالابرة ويكب عليه الكحول والله يولي دائم، هذا من كبائر الذنوب. حتى سالني بعض النسوة ربما عندها حرق والله شيء مثلا تريد ان تخفيه بوشم، فاذا كان زائل يعني كالرسم بالحناء هذا جائز، أما إذا كان دائما وهو الوشم فهذه ليست من الضرورات. الوشم ملعونة فاعلته، بارك الله فيكم. بالنسبة لتركيب الأظافر، الأظافر فيهم زوج مسائل: المسألة الأولى صبغ الأظافر تاع لي زونغل، هذا هو جائز، لكن في الوقت اللي تكون المرأة لا تصلي لعذر شرعي. أما وقت الصلاة فهذا مانع من وصول الماء إلى عضو اليدين، وبالتالي استعمال صبغ الأظافر مبطل للوضوء ومبطل للصلاة، يعني راك تصلي باطل. على جال واش، على جال فاك ديرهم حمر ولا زرق، هذا قلنا حذري منه. نوع اخر هم يبيعوهم، حتى خوتنا تاع اللي يبيعوا تاع لي زاكسسوار، هذه شو الاكسسوار تاع الطوموبيلات، زاكسسوار تاع نسوين، هذا يحذرون اللي يبيعوا تاع الاستيتيك وتاع الامور تاع هذاك. الاظافر محرمه لسببين: السبب الاول انها تشبه بالحيوانات وبالقطط وبالكلاب حشاكم، ثانيا فيه تشبه بالكافرات والعاهرات والفاجرة. وانت راكي مؤمنة وتقية وراكي إنسانة عفيفة وصالحة، ما عنده مدك تتشبه بالفاجرة، هكذا يولي يقصدوك غير الفجار، ما يقصدوكش أهل العفة، راكي معايا ولا لا؟ إذا وصل الأظافر وتطويلها هذا تشبه بالحيوان وتشبه بالكفار، فلا يجوز لك أيها الأخت المسلمة الفاضلة أن تفعليها. حتى ما كنتش تصلي، احنا نهضر مع المسلمين جميعا، مش انا ما نصليش صافي ندير كلش، لا لا. اذا كان ابتليتي بترك الصلاه وهي جريمه وكبيره اكبر كبائر بعد الشرك، فما تزيديش الطينه بله تولي ملعونه من قداش الجهه. اذا قلنا استعمال هذا ممنوع. بالنسبه لعمليات التجميل الاستيتيك، معنا الاطباء وكذا، هذا العلم نشا في اوروبا وامريكا
وتسلل إلى بلاد المسلمين. ومع هذا فقهاءنا الناس متفتحين، قال لك عملية التجميل تنقسم إلى حالتين. الحالة الأولى إذا كانت لتعديل خلل أو إزالة لسيكاتريس عملية ولا شيء من هذا القبيل، قال لك يجوز. أما العبث بالأنف والشفتين والأذنين والوجه تولي إنسان آخر. وزيد ثاني راه فيه أمراضه، العبث بالجلد أمر خطير. على بالك كاين أطباء تاع الديرماتولوجي تلقاهم باللحية، ما يهودي ونصراني، قال لك إن كثرة حلق اللحية للرجل قال لك ممكن دير سرطان الجلد، يعني لأنها سنة فطرة. قال لك بغض النظر مسلم ولا ماهوش، مثلا كمثال شوف أهل الاختصاص كي يعرفوا النساء لما تيت طالع قاب وجهك وأنفك وعينك وكذا، أولا ما تريحيش خلاص. أنا نتخيل باللي شغل، واضح كيما حلق اللحية شغل، ساكون تخليها سيما جدا تتهنى وتريح، تريح وتتهنيني أنا ذلك. قلنا فالمرأة إذا كان لإزالة عيب، مثلا مرأة ينبت لها لحية أو شارب، يجوز نزعه سواء بالليزر ولا بالحلق ولا بالنتف، هذا يجوز عند جماهير الفقهاء. لا يصلح أن تكون مرأة بشارب يعني بمستاش ولا بلحية، هذا شيء طبيعي، مسألة احنا نعرفوها في الطب وفي العلوم لهرمون، بعض المرأة ترث بعض الهرمونات الذكرية فتؤثر في الخلقة، فهذا يجوز إصلاحه. أما أنتي في رحمة ربي تروحي تبدلي خدودك تبدليهم وشواربك تديريهم كي تاع كل البنو تاع الروضة هذيك تاع الشومبراير، ولا ديري الآخر الأنف تاعك تديريه مش عارف كل الصباط كل البوتويو، وهذا هو الجمال. هذا أنا مفهمش اللي هم يعجبهم هذو النساء كيفهم ماصي دوش كيف هذا؟ شو يجيبوا هنا من بيروت ومن مصر ومن هذوهما شغلهم هذا الشيء اللي هقعدوهما آخر الأمم. إذا قلنا العبث بالخلقة لا يجوز، لكن إذا تصحيح عيب بسبب حادث، النبي عليه السلام في زمانه واحد الرجل حديث عرفجة رضي الله عنه قطع أنفه في معركة، فأجاز له النبي أن يتخذ أنفا من ذهب ضرورة لإصلاح عيب وخلل، ولأن الذهب لا يصدأ وما يتأثرش كما نقوله بال بالطبيعة وكذا، لأنه كنت دير الحديد ولا كذا ميلغش. فلما إنسان يدير هذا هم كان واحد السيرفيس في تيزيوزون تاع الأعضاء الاصطناعية، هذا جائز، إنسان راح له رجل يدير رجل ولا يد، هذا إصلاح عيب يعني ولو ظاهرا. مثلا نسميها للزج العين، قادر ما يشوفش بصح باش تبقى فارغة يديروا له زجاجة تاع عين كما هكذا، هذا يجوز. لكن للونتي اللي يديرهم النساء حذاري، العلماء يقولون لا يجوز لسببين. السبب الأول فيه غرر، هي عينها كحل تقول لك عيني يا خضر، بعد عينك خضر تقعد عقليتك رايحه فيها ونديروا بعينك خضر الزر، صح الجمال مطلوب، ولكن انا بلغني الحاله الثانيه ان ما يكونش فيه ضرر طبي. بلغني ان عروسا راحت الحلاقه وقالت لها ديري لي شعري مش عارف يديروه، فقالت لها شوفي اختي لي لونتي لا كانوا مهمش تاعك راه خطر عظيم. فالعروس شكيت مسكينه وحشمت قدام اللي جاوا معاها، صافي ما مش عينيها او انا نورمال، ركبت لها هذاك الاخر نحت لها عمات، راحوا كل عينين وكل عريس وكل شيء، ربي يعافيها لكل حودي. قصه واقعيه يعني، ربي يعوضها خير ان شاء الله، باش ما تروحش بعيد مع هذه التفاهات تاع لي لونتي والدنيا خضوره. هي الاصل فيها الجواز لان التزين خاصه المتزوجه، خلاص الرجل نهار اللي داك بعينين كحل تحب ديريهم خضر ولا صفر روح للطبيب دير لك هذا الشيء، بصح حذاري من الضرر على العين. أما غير المتزوجة فهذا فيه غرر ومخادعة وتغيير لخلق الله. شفتوا مسائل النساء كثيرة ومسائل لها علاقة بالطب بالهرمونات، لها علاقة بالاستيتيك، لها علاقة بالمجتمع، أشياء يعني من هذا النوع. كل شيء ذكرناه إذا كان يجوز أن تعمليه كمهنة، وما لا يجوز لا يجوز أن تعيني غيرك عليه، بارك الله فيك. إذا احنا ذكرنا هذه الأشياء بالتفصيل وبهذا الترتيب، خاصة فيديو مرئي إن شاء الله، كل نقيم الحجة وننصح من يريد أن ينتصح، ولما حبش ينتصح لن نملك له شيئا، يعني إنك لا تهدي من أحببت، وما أرسلناك عليهم حفيظا ولا وكيلا، ولكن من باب إعانة الناس على التفقه في الدين. ولنا خطبة أثر أكل الحرام، وزيد كاين ذنوب اللي تديرهم ليك بارك، وكاين ذنوب اللي تديرهم ليك وللناس. أنت يا لما تروح تخرجين هؤلاء المخلوقات اللي يخرجوا من عند كوافوز هذه، يخرجوا هكذا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، راكي مسؤولة عن الإثم، كما التجار اللي يبيعوا لباس النساء الضيق والشفاف فحذاري ثاني، تجار راكم مسؤولون أمام الله تعالى على بيع هذه الأشياء. ومواد التجميل ثاني، باش ندوروا للرجال شوية، باش يقولش اليوم حط في النساء، فأنت لما بتبيع تروح تستورد لها مواد التجميل وتعرف باللي هذه باينة باللي تخرج برا. سلامتك.
لكن معه لا هذا إعانة على الإثم. وقلت احنا مش حريصين على تحريم أرزاق الناس حاشا وكلا، نعمل مال صالح عبد الصالح، صح الأمانة تقتضي أن نبلغ الناس الرجال والنساء أن هذه المعاملات متعلقة بالجسم والعبث به، فقلنا أن المرأة يجوز أن تزيل الشعر لكن لا تعبث بالحاجبين كما مضى ذكره، ولا بوصل الأشفار ولا بالأظهار ولا بالوشم ولا بالوشر ولا التفلج، وهذه الأشياء التي تجعلها بين قوسين يعني دمية بوبي ماهيش حاجة طبيعية. كي تزوج تبدأ تقول ربي يصدر الكلام دون نكتشف الطبيعي وشنهي، كل مرة نحي حاجة على جهة حتى نتبقى لك واحدة أخرى اللي تزوجت بها، فميدوم غير الصح. أنت يا راكي كيما راكي خليك شوية مشتي شعرك شوية وشوية كحل وانتهت القضية وربي يصلح وخلاص. أما أن تكون هم المرأة المسلمة من الصباح هي مع المراية حتى تمس الشمس فهذا من تضيع الأوقات وتضيع الأعمار. وقلنا أخواتنا اللي هم يمارسوا الحلاقة عليهن أن يراجعن أنفسهن في هذا الباب، يعني حتى العروس ولا والمرأة في يعني هذا كله يديروها شو احنا نقولوا طماطيشة كل يديروا. النبي عليه السلام قال صنفان من أمتي لم أراهما، نساء رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة كما السنم تاع البعير لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وعلى بالك أن النبي عليه السلام قال الذين يخضبون بالسواد يعني غير شب السواد قال لا يجدون ريح الجنة، وفي رواية لا يدخل منهن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. ما هو الغراب الأعصم؟ غراب كحل وجنحيه بيض في حياتكم شيوخ اللي عمرهم في 70 و80 كش ما شفت في حياتك غراب جنحيه بيض قال لك هكذاك هم العدد اللي يدخل منهم الجنة، إذن هذا من الكبائر. فالنساء اللي شعرها طالع بزاف ديزيطاج فوق راسها وخارج هكذا ومنه قال لك كأسلمة البخت المائلة، لازم مائلات مميلات والكاسيات والعاريات عفاهن الله. والمشكل تجد فيهن مصليات يصلي والله يباك ويصوموا ويصدقوا، ولكن عليهم إن شاء الله يراجعوا أنفسهم في هذا الباب. نسأل الله لنا ولهن الهداية والتوفيق لكل المسلمين.